أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين المسافرين العرب. اليوم سوف نتكلم على كيفية الحصول على فيزا السلفادور السياحية لسنة 2022. فيزا السلفادور السياحية هي تأشيرة تسمح بزيارة السلفادور لمدة 90 يوما. ما فيش معلومات كثيرة حول طلب فيزا تأشيرة السلفادور السياحية، لكن اليوم سوف أكلمكم عن الوثائق المطلوبة من طرف السفارة أو القنصلية السلفادورية التي يحتاجون لها الأوراق لطلب التأشيرة. طبعا يحتاج جميع سكان الدول العربية طلب تأشيرة مسبقة للسلفادور. الآن نأتي نذكر الأوراق المطلوبة في السفارة للحصول على الفيزا. أولا، رسالة تعهد موجهة لمدير الشؤون الخارجية في السلفادور واستمارة طلب الفيزا، وجواز سفر ساري مفعول، ونسخة ملونة من صفحة المعلومات لجواز السفر، وصورة شخصية خلفية بيضاء، ونسخة عن حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة، ومخطط أو مسار رحلة للسلفادور، ورسالة دعوة أو حجز فندق مؤكد في السلفادور، وأخيرا دفع رسوم الفيزا. طبعا رسوم الفيزا وتقدر بحوالي 30 دولار أمريكي، هذا إذا كنت تريد الحصول على فيزا دخول مرة واحدة فقط. أما إذا كنت دخول متعدد فتكلفة الفيزا 60 دولار أمريكي. طبعا إيداع الملف الفيزا، نقوم بإيداع الملف في مقر السفارة، ويجب مراسلة مكتب الشؤون الخارجية للسلفادور لمعرفة مكان وطريقة تقديم الطلب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وزر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.